يستعد طاقم مسرحية يا أنيا بطة لتقديم الجزء الثاني منها بعد النجاح الكبير الذي حققته، وذلك ابتداء من رابع أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح الصالة الثقافية. إن شاء الله نتمنى أن الجمهور يجي يستمتع ويانا، وكل سنة احنا نوعده بالجديد وبالمتميز. يعني طبعا احنا دائما نركز على القضايا الاجتماعية، وما بنطلع عن محور البيت اللي هو يعني بطة والبيت. هناك كانت مشكلة الرئيسية النسوان. اللي يميز الجزء الثاني من مسرحية يعني بطة هو تجدد في الأحداث. يعني ممكن احنا شفنا المسرحية اللي راحت يمكن أحداثها كانت متوقعة، هالمرة صارت أحداث جديدة، الأحداث فيها حماس أزياد، يمكن الأحداث ما راح تكون متوقعة عند الجمهور. خاتمون هالسنة بتكون يعني إكسترا على اللي كان في الجزء الأولي. متفائل أكثر بالجمهور اللي قاعد يحجز، وليه ما بدأ العيد إذا بتطلين على التذاكر بتشوفينها يمكن ما شاء الله تقريبا وصلنا 70% تذاكر حق العيد فل. فإن شاء الله نكون قد المسؤولية، وأتوقع إن شاء الله هالسنة بيكون نقلة حق يعني بطة، لأن في وايد مفاجآت بس أنا ما بحرقها. وإن شاء الله من أول ما تفتح الستار في المسرحية في رابع العيد إن شاء الله يشوفون المفاجأة من بداية المسرحية لنهايتها، فنتمنى الجمهور يستمتع في هذه الوجبة الدسمة إن شاء الله. تكملت التجربة، تجربة ناجحة، قدم عليها جمهور كثير والناس حبتها، فحلو إن إحنا نستمر فيها ونستثمرها. فأنا أعتقد هاي أحلى شيء في الموضوع، إن إحنا نكون عندنا شيء ناجح ونبتدي نغير فيه وفي طعمه وفي نكهته ونقدمه بطريقة الناس لسه عجباها. راح تشوفون جزء مختلف عن وان كوميديا، فكرة جديدة مينونة، في مفاجأة راح تشوفونها في العرض، ما أقدر يعني أحرقها على قولتهم. والنجاح الكبير لله الحمد في يعني بطوان، هاي تحدي لأنه مميز إن نعمل جزء ثاني، وإن شاء الله إن شاء الله راح يكون عند حسن ظن الجمهور إن شاء الله.